عليكم السلام ورحمة الله. ولو سمحت الشيخ من فضلك ممكن تحكي لنا شوي عن الإمام سهل بن راشد الخروصي رحمه الله، وخاصة بخصوص موضوع وفاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام سهل بن راشد الخروصي رحمة الله تعالى عليه كان مثالا للعدل والاستقامة والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والمثابرة إلى الطاعة وبذل كل غال وثمين من أجل التخلص من علائق هذه الحياة الدنيا، وهذا ما عرف به منذ طفولته المبكرة. وقد ذكرت عنه قصة كثيرة منذ طفولته المبكرة في الزهد في هذه الحياة الدنيا. كان في يوم من الأيام مع الأطفال الذين يخرجون إلى الأموال من أجل التقاط ما يتساقط من الثمر، فوجد شمروخا كما يقال سقط بسبب قطع الفارلة، فوقع في نفسه بأن هذا الشمروخ لا يحل له أخذه لأنه سقط بغير حالة اعتيادية، فأخذه في يده وسأل عن صاحب المال، وكان صاحب المال اسمه علي بن خميس في بلدة مشايق، فذهب إليه وأعطاه هذا الشمروخ وقال هذا من مالك وجدته ساقطا وهذا مما لا يحل لي أن ألتقطه، فقال خذه وإن شئت ما هو أكثر منه فأنا سأخرج لك من عندي ولا داعي إلى أن ترده إلي وقد جعلتك في حل منه. وله تصرفات كثيرة من هذا النوع منذ طفولته المبكرة في أيام طلبه العلم من الإمام نور الدين السالمي رحمه الله ببلدة القابل. كان مشهورا بالحرص على أن يتجنب جميع الشبهات وأن يحرص على التقوى وعلى الزهد، حتى أن أحد زملائه في الدراسة هو الشيخ سعود بن حميد بن خليفين، كان مما يحكى عنه بأنه قال: شخصان ما كنت أعرف متى ينامان في الليل، كنا مع الطلبة ننام مع الطلبة، وكلما فتحت عيني وجدت أحدهما قائما يصلي وهو الإمام سهل بن راشد، وبالنسبة إلى الآخر وجدته ينسخ الكتب وهو الشيخ أبو زيد رحمة الله عليهما. فكانت هذه سيرة الإمام، ولما وقع الاختيار عليه وعقدت عليه الإمامة وأبى أن يتقبل هذه الإمامة وأرغم بكل قوة أن يتقبلها فتقبلها كارها، وسعى دائما إلى العدل والإنصاف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأخذ الحق من المظلوم من الظالم للمظلوم، فكان للمظلوم عونا وكان على الظالم قويا شديدا، لا يفلت الظالم حتى يأخذ الحق منه. وهذا الذي جعل كثيرا من الناس الذين تأثروا بهذه المواقف السلبة منه يغرون من حكم ضده بأن يسفك دمه، فقد حكم على أبي بسرة وهو أحد البدو من أهل الشرقية، حكم عليه بحكم في محاكمة كانت بينه وبين خصمه، فحكم لصالح الخصم ضده لأن الحجة وضحت الخصم ووضح أن الخصم على حق وهو على باطل، فلما حكم بهذا الحكم ساءه ذلك. وهناك من الناس من أغروا بأن يسفك دم الإمام فخرج في رحلة، كان الإمام أزمعها إلى جهة الشرقية، ولما كانوا بقرية الخضراء بوادي عندام بات الإمام هناك في خلاء من الأرض، ومن حوله
من كانوا يحرسونه، ثم كانت الحراسة على رجل كان من الأبطال ولكنه كان يغلبه النعاس دائما، اسمه سعيد بن بشير. فلما رأى هذا المجرم سعيد بن بشير وهو قد غلبه النعاس وهو الذي كان يحرس الإمام، كانت النوبة نوبة الحراسة نوبته، تقرب هذا إلى الإمام وأطلق عليه النار وأرداه قتيلا. فأكرم الله الإمام بالشهادة بعدما أكرمه بالنصر، وكتب له أن يحرز كلتا الحسنيين، حسن النصر التي منحه الله تعالى إياها إذ مكنه أن يقوم بالحق والعدل، وحسن الشهادة في سبيل الله تعالى ليلقى الله عز وجل يوم القيامة شهيدا، وليكون في مصاف الصديقين والشهداء. ولما وقع قتله صار الأخذ والرد في من يختار من بعده ليكون خليفة عنه، وقع الاختيار على الإمام محمد بن عبد الله الخليلي رحمه الله تعالى الذي اتفقت الكلمة على مبايعته، فبويع وحرص أكثر ما حرص على أخذ ثأر الإمام سعد بن راشد، واختار في من اختارهم للقيام بهذه المسؤولية رجلا بدويا اسمه مكتوم الجنيبي لأخذ الثار لقتل هذا المجرم الذي بعد عن الناس ولم تطله يد العدالة. فمكتوم أخبر الإمام بأنه سيقتله ولكن بشرط أن يسحبه أولا حتى في رحلاته الإجرامية. فرد عليه الإمام: افعل كل شيء ولكن لا تزني ولا تسفك دما حراما، وإنما كل ما تأخذه من مال اعرف صاحبه وأنا ضامن له. وفعلا هذا الذي وقع، الإمام دفع إليه كثيرا من المال بعد أن قام بقتله وأرداه قتيلا في ليلة عيد الأضحى من عام 1342. والحمد لله رب العالمين، أخذ الحق من المجرم وبقي هذا الرجل وهو مكتوم الجنيبي عند الإمام الخليلي مكرما، كلما جاء إليه أكرمه بكثير من المال وأمده براتب طول حياته. فصار مكتوم الجنيبي يأخذ من بيت مال المسلمين الراتب فضلا عما آتاه الإمام من ماله الخاص، وقد ما آل الإمام فيما يظهر مالا مما خلفه أبوه بوادي المعاول من أجل أن يدفع إلى مكتوم الجنيبي كمية كبيرة من المال كما يبدو ذلك من بعض رسائله، والله تعالى المستعان. وهل هذا الرجل مكتوم الجنيبي يعيش معه؟ لا، وإنما بقي بعض أولاده من بين محمد المكتوم لا يزال يتواصل عندنا إلى وقتنا هذا، ولعل عبد المكتوم هو أكثر أولاده جميعا، وهناك مجموعة من أولاد الآخرين يوجدون في منطقة الدقم. أما حمد مكتوم فهو فيما بين أدم ومنح فيما أحسن. شكرا مستمع الشيخ، جزاكم الله خير.